السلام عليكم متتبعين قناة عالم شهي، ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد معايا. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم طريقة تحضير واحد القرصة سائلة، أو لا كيف كنقول القرص أو القراشل، ولكن بطريقة سائلة بعجين سائل. كتجي رائعة جدا، خفيفة بحال القطن وبنينة، زوينة للفطور أو الكوتي، والأهم أنها كتهنيك من العجينة ومن الدليك. قبل ما ندوزو للمقادير، بغيت نذكركم لا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا، والى عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك وتعليق فيه الراي ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب ديالكم. وندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. هذا الكاس القياس ديالو 150 مللتر، كيعبر 150 مللتر. غنحتاج كاس ديال الحليب دافي، ما يكونش سخون فقط دافي، نصف كاس ديال الزيت، عندي نصف كاس ديال سكر سنيده، ساشي ديال سكر الفاني، و7 غرام من الخميره الكيماويه. عندي بيضه كامله زائد بياض بيضه، هو في الاصل عندي جوج بيضات ولكن حيدت واحد الصفار خليته باش غندهن البريوش اولا القرص في الاخر، يعني بقات عندي بيضه كامله زائد بياض بيضه. وعندي 250 غرام ديال الدقيق، ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، الملح واحد ربع ملعقه صغيره، وعندي جوج ملاعق كبار ديال الزنجلان محمر، وواحد المعلقه صغيره ديال النافع، وفي الاخير كيف قلت لكم بيضه او صفار بيضه للدهن. ونقولوا بسم الله نبداو في الطريقه. غادي تجيبوا واحد زلافه كبيره، او لا فاش غادي تخلطوا هذا الخليط، غديروا فيه بيضه كامله زائد بياض بيضه، وسكر سنيده، والملح، والسكر الفانيلا، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. غادي نزيد نصف كاس ديال الزيت وكاس الحليب. بالنسبه للكاس قلت لكم كيعبر 150 مللتر، يعني عندي 150 مللتر حليب، وعندي 75 مللتر ديال الزيت. وغنزيد الخميره الفوريه، وغنخلط مزيان حتى يدوب ليا السكر والملح والخميره. دابا غادي نزيد الزنجلان ورشه ديال النافع، تقريبا ملعقه صغيره. وغنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه، وما نساوش الخميره الكيماويه او لا البيكين باودر 7 غرام. صافي كنخلط حتى كتجمع عندي، اولا حتى كيتخلط عندي هاد العجين مزيان، كيتخلط لي الدقيق مع كاع دوك العناصر. صافي غادي نجيب دابا المول ديال الكيك اللي غندخل فيه هاد القرص، كندهنو بالزبده،
صافي راني دهنت المول بالزبده ورشيت شويه من شويه ديال الدقيق في القاع ديال المول غير احتياطا، الا خفتوا انه مثلا المول يكون كيلصق ترشوا بشويه ديال الدقيق. والجناب راني اكتفيت فقط بالزبده، يعني الدقيق درتو غير في الداخل فقط. وبالنسبه للبنات اللي بغى هاد البريوش او اللي بغى هاد القرص يجي عالي بزاف، ممكن انه يدير المول صغر من هذا اللي درت انا، واللي بغى تكون حاضره غيدير مول كبير. بالنسبه لي انا درت مول متوسط باش تجيني في القياس اللي هي هذيك، بغيتها في العلو ما تجيش عاليه بزاف وما تجيش تاني حاضره بزاف، في القياس اللي شفتوها في الاول ديال الفيديو اللي غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. كنحاول نسرحها في المول مزيان، وغادي نغطيها بالبلاستيك او بالفيلم بالفيلم اليمونتير، ونغطيها بشي حاجه ونخليها في مكان دافي حتى كتخمر. بالنسبه الى كان عندكم البلاصه فين غتحطوها دافيه غتخليوها تخمر ما بين 20 حتى 25 دقيقه، ولكن انا راه عندي الجو بارد، حنا دابا حاليا راه في الجو نيت راه بارد، هذا علاش غنخليها ما بين 40 حتى 45 دقيقه عاد غادي تخمر ليا. وغير غطيوها مزيان وحطوها في شي بلاصه تكون شويه بحال المطبخ نيت، في شي بلاصه تكون شويه دافيه، وخليوها تخمر كي قلت لكم الجو بارد ما بين 40 حتى 45 دقيقه راها كافيه. وهذه هي القريصه اولا القرص من بعد ما خمرت، خليتها تقريبا 40 40 دقيقه شي ساعه، خليتها 40 دقيقه حتى بنت لي انها ضعفات، هي راه ما غاديش تطلع اكثر من القياس، كتطلع غير واحد شويه، وفي الفران راه كتزيد تنفخ. صافي غادي ندهنها بداك الصفار البيض، غندير فيه شويه ديال الخل، قطيرات ديال الخل، وغنحاول ندهنها غير بشويه بشويه وبالخاطر، لانه كيف كنعرفوا هي سائله ومنين تنفخات عمرات يعني دخلها الهواء وداكشي، نحاولوا غير بشويه باش ما نضغطوش عليها ويخرج لينا داك الهواء، مبغيناش تهبط بشويه بشويه. وانا كندهن حتى كنكمل داك الوجه ديال الكريصه كامل، وغادي نرشو بزنجلان. بالنسبه للفران انا راني شغلتو شعلتو هادي تقريبا ربع ساعه قبل، حيت كياخد شويه الوقت فاش يسخن. غادي ندخلها الفران سخون درجه الحراره 180، غنشعل ليها فقط لتحت ونطلعها هي الفوق حتى كتبدا كطيب، يعني حتى كنحس بها انها صافي طابت وشدات في راسها، عاد كنشعل ليها الفوق باش يتحمر ليها الوجه ديالها. دائما الحاجه خليوها حتى تطلع عاد تشعلوا لها الفوق باش يتحمر لها الوجه، وراه ما كتاخدش وقت بزاف، تقريبا 20 دقيقه كتكون طايبه وواجده. هذه هي الكريصه من بعد ما خرجتها، خليتها حتى بردت، وكيف كتشوفوا خدات واحد اللون زوين بزاف، يعني خليتها حتى تحمرات، خدات واحد اللون موحد ذهبي. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، وباش نوريكم الخفه ديالها. وهانتوما تشوفوا راه كتجي خفيفه بزاف، في الخفه ديالها راه بحال الريش، كتهزوها خفيفه وملي كتضغطوا عليها راه دايره بحال القطن، كيف كتشوفوا الفيديو بحال القطن تماما، والمذاق ديالها كيجي رائع جدا، والاهم انه ما فيها لا عجن ولا دلك، فقط كتخلطوا المكونات بيديكم كديروهم في الفول في المول وكتدخلوها الفران طيب. صراحه زوينه، ديروها لوليداتكم في الفطور ولا في الكوتي علاش لا، متاكده غادي تعتمدوها. وصلنا النهاية ديال الفيديو، كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وتعليق، وعلاش لا تبارطاجيو باش تعم الفائده، ونقول لكم بالسلامه حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي.